فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فدخل عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم قام وغادر المكان. يقول عمر رضي الله عنه: فطلبنا أثره فلم نجد أحدا. قام من عندهم وخرج، وذهب قاموا معه يريدون أن يروا أين هو وإلى أي جهة اتجهت، فلم يجدوا أحدا. فأشكل الأمر عليهم في البداية والنهاية. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وشاهدوا في هذا هو أن إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة وورود هذه الأسئلة بهذا التفريق فيها الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام الخمسة التي تعرفونها ويعرفها الأطفال في أولى ابتدائي. فأولها وأساسها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني هو إقامة الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس. والثالث هو أداء الزكاة الواجبة. والرابع صيام شهر رمضان. والخامس الحج إلى البيت الحرام. هذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام. لا يقوم ولا يستقيم الإسلام إلا عليها. وأما الإيمان فهو أن تؤمن بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتؤمن بالملائكة الذين خلقهم الله من نور وهم مكلفون وخلق من خلق الله، ليس من الإنس ولا من الجن، وتؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل وخاتمها القرآن، وتؤمن بالرسل الذين اصطفاهم الله واختارهم من الإنس وقاموا ببلاغ التوحيد وكيفية العبادة للخلق، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وتؤمن باليوم الآخر من البعث والحشر والصراط والميزان والجنة والنار والحياة البرزخية من نعيم القبر وعذابه، فكل هذا من اليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا هو
الإيمان، فهي كلها أعمال قلبية. وأما الإحسان فهو أعلى درجات ومراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تشاهده، كأنك تنظر إليه. فإن كنت لا تنظر إليه فتوقن بأنه هو يراك وينظر إليك ويعلم سرك وعلانيتك، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم السر وأخفى. هذا هو الإحسان، فتتعبد لله بموجب ذلك وتوقن بأن الله تعالى يشاهدك ويبصرك، فلو أغلقت أبوابك وأطفأت أنوارك وأرخيت سترك فإنه الله تعالى يعلم منك كل حركة وسكون وقول. فهذا هو السر الذي يعلمه الله. تتعبد لله وأنت توقن هذا المعنى في قرارة نفسك بأن الله لا تخفى عليه خافية.